السلام عليكم. جايبكم النهارده مكان وتجربه جديده، مش جايبكم كده وخلاص، ده انا جايبكم كمان بعروض حلوه جدا. طبعا دايما اي مكان فيه عروض حلوه تلاقوني جايه لكم. اي حد اسنانه وجعاه، طبعا احنا في عياده اسنان مركز ماهر للاسنان، طبعا هقول لكم العنوان وكل حاجه. عايزه اقول لحضراتكم في عروض حلوه جدا هنعرفها جوه الفيديو، على الكشف وعلى التنظيف وعلى التقويم كمان. الناس اللي شايله هم عايزه تعمل لاولادها وعايزه تعمل نفسها تقويم وقلقانه من الاسعار، لا ده هنا في تقسيط وفي اسعار حلوه جدا هنتعرف عليها جوه الفيديو. بس تعالوا دلوقتي يلا نشوف العنوان وبعد كده ندخل نشوف العروض مع دكتور هاجر. بالنسبه للعنوان، احنا طبعا موجودين في محافظه اسكندريه، تحديدا في منطقه جليم يا جماعه، ده شارع ابو قير. على الصف اللي احنا فيه ده بنك اسكندريه، الصف ده فيه بنك اسكندريه، وطبعا دي الاشاره بتاعت جليم اهي، دي اشاره جليم. تمام، هنمشي وفي حلواني كمان سلس كده قدامنا، كمان الحلواني اللي قدامنا، وعندنا صيدليات عاصم، ايه عاصم المنفي. تمام، في وشها بقى الناحيه اللي احنا فيها دي هنلاقي مؤسسه صناع الخير للتنميه، وادي مركز ماهر اللي احنا طالعينه النهارده ان شاء الله النهارده. وهندخل بقى على العياده، طبعا ده لوجو العياده يا جماعه. تمام، مركز ماهر للاسنان. هندخل بقى دلوقتي عشان نعمل الجوله الجامده جدا. دخلنا العياده دلوقتي هنبتدي الفيديو. عياده اسنان زي الفل، زي ما احنا شايفين كده في عروض جامده جدا. عايزه بقى اقول لكم على العروض الحلوه، بس مش انا اللي هقول لكم عليها، دكتورة هاجر هي اللي هتقول لنا عليها. سلام عليكم. ازيك يا دكتورة، عاملة ايه؟ اهلا بيكي. ايه الاخبار بقى؟ ايه العروض الحلوه اللي هتخلي اي حد يجي يفكر هنا؟ بس اهلا، اولا يعني اي حد من طرف القناه بتاع حضرتك ينور. عندنا عاملين عروض، عاملين 50% على الكشف، 50 جنيه بدل 100 جنيه، كشف التقويم عندنا 200 جنيه برده عاملينه ب 50 جنيه. عاملين عروض على التنظيف العميق اللي هو السكيلينج، جهاز الالترا سونيك سكيلر والتنظيف. ده تنظيف عميق بيعمل ايه بقى ده؟ يعني بنشيل بقى الصبغات والجير وال من السجاير والشاي والحاجات دي يعني، والجير وتصبغات الجير كمان. دي بتبقى موجوده حتى لو حد مش بيشرب سجاير او قهوه، بتبقى موجوده. طبيعه البق دايما مع الوقت كل كده كام شهر بنحتاج نعمل جلسه تنظيف عميق للاسنان، نشيل الترسبات الجيريه عشان ما تعملش اي روائح كريهه، ما تعملش اي التهابات في اللثه، الحاجات دي كلها لازم نعملها. تمام، دي عاملينها، وكمان عليها جلسه فلورايد عاملينها ب 100 بدل 250 للمتابعين بتوع حضرتك. عاملين عرض على التقويم بالتقسيط، مقدمه بسيطه قوي، وبعد كده عاملين 500 جنيه بدل 750 جنيه كل شهر. 500 بدل 750، والحالات ماكسيمم بتاعها في يعني تروح رينج الحالات من 8 شهور الحياه بتخلص لغايه سنه وثلاث شهور او سنه ونص على اقصى تقدير، ما عندناش حاله بتقعد سنتين وثلاث سنين. طبعا شامل الاطفال والكبار. يعني مش فكره التقويم مالوش سن. يعني انا عندي حالات بتعمل تقويم عندها 35 سنه و36 و37 كل واحد حالة عندها 43 سنه، يعني قصدي ان حاله التقويم مش قاصره مش على الاطفال بس، او الواحد كان دي فكرته. طبعا يفضل ان يكون السن صغير، لكن ما يمنعش ان لو حد واحده مدام كبيره او حتى اسنانها فيها اي حاجه تعمل تقويم، مدام الاشعات بتاعتك كويسه يبقى تقدر تعمل. طب يلا، لما بنعمل تقويم لازم بنعمل اشعتنا ونعمل حاجاتنا وكل حاجه، نشتغل شغل اكاديمي وشغل كويس. ندخل جوه العياده بقى ونتكلم على بقيه العروض. احنا عرفنا التنظيف وعرفنا الكشف والعروض الحاجات دي. طيب بالنسبه بقى لايه العروض التانيه؟ عاملين عروض على الحشوات التجميليه اللي هي الكومبوزيت، عاملينها ب 350 جنيه، عاملين الحشوات البلاتين ب 250 جنيه. الله ينور. عاملين خلع الجبدة ب 200 جنيه. حلو قوي. كل الاسعار في متناول الجميع يعني. تمام. لكن الحمد لله نظيف ومعقم والحاجات انا كنت شايفه الادوات حضرتك كنت جايباها. الادوات كلها. كلها. دي الادوات اللي احنا بنستخدمها. عارفاها دي، عارفاها. تمام. الادوات لكل حاله بتجيلنا ليها الادوات الخاصه بيها. دي احلى حاجه بجد. بنهتم بالتعقيم جدا. ايوه. عندنا اكتر من جهاز تعقيم، التعقيم عندنا نمبر 1 في العياده. تمام. الحمد لله. زي الفل. يعني الخدمه الحمد لله محترمه ونظيفه وفي نفس الوقت في متناول. حلو، امال ايه ده؟ لا ده شغل بقى ناس.
دي حقيقة يعني دي شغل تركيبات. ايوه شغل بقى التركيبات عشان لو حد عايز يعمل تركيبات او كده. دي شغل تركيبات. فلما يكون في حاله ان شاء الله انا هبعت الصور باذن الله بيفور وافتر، وكمان ممكن ابعت لينك الصفحه بتاعت يا ريت تبعتي لي الحاجات دي عشان بعض صور الحالات. خلاص يا قمر شاكرين جدا. الله يخليك. يعني العياده بقى فاتحه كل يوم مش كده؟ العياده فاتحه كل يوم بس لازم نحجز يا اما على الارضي تليفون الارضي. استنى هوريه لحضراتكم. بصوا يا جماعه ده التليفون الارضي عشان الحجز، خدوا بقى سكرين شوت. وكمان التليفون التاني اللي هو الموبايل في واتساب في واتساب كمان. الاول ناخد سكرين بده، وده كمان الواتساب للتواصل بقى، تواصل يا اما رسائل الصفحه. أيوة. يا اما التليفون الارضي، يا اما رسائل الواتساب او الموبايل الاورنج. يعني في اكتر من طريقه ان احنا نحجز بيها. تمام. الحجز يعني عندنا كل يوم متاح حجوزات، وان شاء الله نحاول. مفيش اجازات؟ في اجازات طبعا. في بناخد يوم الجمعه. يوم الجمعه بس اجازه. طيب تمام، متشكرين لحضرتك جدا. يعني لو في مؤتمر لو في حاجه بناخد يعني لو عارفينه بتبلغوا الناس. بننظم طبعا، مفيش حد يعني بنحترم المواعيد الحمد لله. وعندي يعني سكرتارية محترمة جدا ممتازة هي بتنسق المواعيد، وان شاء الله كله ان شاء الله خير. متشكرين لحضرتك، هنور ربنا يخليك يا رب. ده بقى الشغل اللي اتعمل جوه العياده. طبعا كل حاجه خاصه بالتقويم، خاصه بتنظيف الاسنان، بتركيبات، بزرع، كل ده. والحلو طبعا ان ليكوا خصومات على اي حاجه من اول الكشف كمان، والتركيبات المتحركه والثابته. شايفين طبعا الحالات دي قبل وبعد.